بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في يوم جديد من قناتنا أرضنا على سطحنا. نبدأ بخير كلام، نقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بحضراتكم في يوم جديد من قناتنا أرضنا على سطحنا. أهلا بكم في يوم مهم جدا 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 لكل مزارع، إذا كان بيزرع على الأسطح أو بيزرع في أرضه أو في حديقة بيته. الكلام ده يا جماعه مهم جدا جدا، ناخده بعين الاهتمام بدرجه كبيره. ايه الموضوع ده؟ ايه موضوع معالجه الافات او الحشرات اللي بتظهر عندي على النباتات، وخاصه مع دخول فصل الصيف وبدايه الحراره. بصوا يا جماعه، بالمرور على النباتات كده، انا لقيت عندي بعض النباتات او بعض الاوراق. بصوا يا جماعه، في قعوره بسيطه هنا، معلش في رياح النهارده شويه في الهواء، في قعوره في الورقه، في تغير في منظر الورقه كده، في اخرام في الورقه بسيطه، الورق مش في حالته الطبيعيه. في بعض النباتات زي الليمون اللي عندي مثلا، ده بصوا كده يا جماعه، ده النب او نبات السدر، بصوا الورقه بتاعته عامله ازاي. اذا انا لما بشوف الحاجه دي يا جماعه اعرف ان انا عندي افه او عندي مرض هيصيب النبات بتاعي. انا زي ما علمونا وقالوا خير وسيله للهجوم هو الدفاع، او الوقايه خير من العلاج. يعني انا ما استناش الحشره لما تهاجمني وتهاجم زرعي وتضيع المحصول اللي انا بجتهد وبتعب فيه. يا جماعه الحشره دي ممكن تفني المحصول بتاعك خالص وتجيب اجله. فانت لازم تقوم بالمعالجه اللي احنا هنقوم بيها دلوقتي، واوري لكم ايه المنتج او الماده اللي انت هترش بيها نباتك في التوقيت ده عشان تحمي زرعك من اي افه دخلت عليه. طيب انت هيظهر عندك دلوقتي العنكبوت. لا يا جماعه، العنكبوت ظهوره مع بدايه الحر الشديد في النباتات. يعني اللي بيظهر عندك دلوقتي ممكن يكون الحشره الصدفيه او بعض العناكب البسيطه الصغيره او حشره المن. الكلام ده بيظهر على نباتات الطماطم، بيظهر على الفاصوليا لو انت زارعها جديد، بيظهر على الحاجات دي. بس هقول لكم يا جماعه، انا بالمرور على النباتات دي كده في 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 مره ببص ايه اللي خلاني اخدت بالي، لقيت حشره واقفه على ورقه من الاوراق ديت. انت لازم يا جماعه تتابع زرعك على طول، لازم تمر على زرعك. الكلام ده قلته مره واثنين وثلاث، لازم يكون عينك على نباتك عشان تعرف ايه اللي موجود فيه وايه المشكله اللي موجوده فيه وايه التطور اللي بيحصل فيه. انا النهارده رحت جبت المنتج ده، انا بستخدمه بقالي فتره طويله في علاج هذه الافات. المنتج ده عندي منتجين، المنتج ده او اسمه اكاترا. الاكاترا ده فيه ماده فعاله اسمها سيو ميسو كاسام، اسمها يا جماعه تاني اسمها سيو ميسو كاسام. اهي يا جماعه، اهي حضراتكم سيو ميسو كاسام، ده دي ماده قاتله للحشرات وخاصة حشرة المن أو حشرة البق اللي بتظهر عندك دي. يا جماعة دي بق اللي ظهر عندك ده، أو من صغير بيظهر له حجم صغير، أو البق اللي هو بيجري صغنن واللي تلاقي رجلين وشكل العناكب بس هو مش عنكبوت، ده اسمه بق. بق ده بيبقى ساعات بق دقيقي بيظهر على عندك على النبات، بيعمل مادة بيضاء كده على النبات، وممكن بيمتص العصارة اللي موجودة في النبات ويبقى يقضي على مزروعاتك تماما وبتكسر بسرعة كبيرة جدا. طيب المادة اللي هي اكاترا اللي انا جايبها دي يا جماعة، الاكاترا دي مادة سامة. هقول لك بس قبل ما تستخدمها واوري لك هتستخدمها ازاي دلوقتي يا جماعة، انت تكون حذر في استخدامها. ايه المحظورات او الكلام اللي انت هتستخدمها؟ انا اجيب لكم بس يا جماعه برضك النشره حضراتكم هتبصوا عليها. دي بتستخدم لنباتات ايه؟ بستخدم للمن، وبستخدم للبق الموجود على البطاطس، الموجود على الطماطم، الموجود على الكنتالوب، الموجود على معظم الخضروات المزروعه في هذه الايام او في الصيف لو انت داخل على الايام الصيفيه. طيب انت لو استخدمته، بص تحت يا جماعه الفتره اللي انا بستخدم فيها، عفوا بس يا جماعه، لو الفتره اللي انا بستخدم فيها النبات اكل فيها الثمره بعد قد ايه. لو الثمره دي يا جماعه انت رشيتها ومثلا انت زارع طماطم، يبقى انت قدامك 6 ايام ما تاكلش ثمره الطماطم دي بعد ما ترش. زارع كنتالوب بتقعد 4 ايام، زارع بطاطس تقعد 14 يوم يا جماعه على ما تاكل الثمره بتاعتها، وهكذا. الفاصوليا تقعد 7 ايام، البطيخ ما تاكلوش قبل 40 يوم من الزرع من الرش. ليه؟ لان الماده دي سامه وبعض النباتات بتختزنها بتختلف من ماده لاخرى او من نبات الى اخر. طب يا جماعه
انت لا قدر الله بترش في ارض او بترش في زرعك على السطح ولا قدر الله حصل تسمم من هذا المنتج، يا جماعة على طول بتتوجه لاقرب مستشفى وانت تكون حذر في استنشاق المادة ديت، ولو استخدمتها على طول بتغسل ايدك بالمية والصابون كويس جدا، هدومك اللي انت لو رشيت بقى بتغسلها في لوحدها، يبقى دي محاذير لازم تشوفوها يا جماعة. وانا مصور لكم التيكت من ورا اهوت يا جماعة عشان تشوفوا المحاذير، اللي عايز يشوفها يثبت الصورة وهيشوفها حضراتكم بالتفصيل اكتر كمان وكمان. طيب الاكاترة ده يا جماعة طريقة استخدامه ايه؟ انا الاكاترة ده العبوة بتاعته يا جماعة العبوة بتاعته 8 جرام، 8 جرام دي بتستخدم على تقريبا 8 لتر ماء، لو زاد شوية صغيرين قل شوية صغيرين مش هيعمل معاك مشكلة. امال ايه؟ انا عندي عبوة زي دي مثلا، طبعا يا جماعه لو انت صغرت العبوه بتتابع، لو هي 2 لتر بتحط عليها 2 جرام، لو هي مثلا لتر واحد بتحط جرام واحد، تابع كميه النباتات اللي عندك. فطبعا انا ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، طالما انا عندي الزرع بالكميه ديت يعني تقريبا البخاخه اللي هي بتحتوي على 8 لتر دي تقريبا هتجيبهم تقريبا كويس، وهتدي رشه كويسه وانت بترش مش هتعيد كتير. طيب الاقطره دي يا جماعه زي ما انا قلت هي عبوتها 8 جرام، عبارة عن مسحوق، انا هفتحه دلوقتي يا جماعة اوريه لكم وهنقلبه في المية عشان تشوفوه واوريه لكم تستخدموه ازاي على الزرع. هوريكم يا جماعة الشكل المادة الفعالة او المادة المستخدمة اللي احنا هنرشها دلوقتي اللي هي اسمها الاكاترة. بصوا يا جماعة هي عبارة عن مسحوق، بصوا شكله مسحوق اهوت اهو زي البودرة يا جماعة اهم، دوم 8 جرام، دوم 8 جرام اهمت، دوم كافيين جدا لبخاخه لانها ماده سامه يا جماعه وقويه المفعول جدا جدا جدا. انا العبوه بتاعتي هحط دوم في هذه البخاخه، هنزلهم فيها وهقلب. بصوا يا جماعه شوفوا بتنزل بيبقى شكل الميه عامل ازاي، بصوا. طبعا انا كنت حاطط على الفرغه بتاعت الان بي كي عشان بس ما نلمسهاش. طبعا يا جماعه الماده اللي انا استخدمتها للمره الثانيه والثالثه اسمها اكاتره، اسمها ايه؟ ايوه يا جماعه اكاتره. ولو في باقي من المسحوق بس بنفض العلبه كويس، وخدوا بالكم يا جماعه من التخلص من العبوه دي، نصيحه لله بلاش ترميها في اي حاجه، ممكن اي حد يستخدمها او ولد صغير يحطها في بقه او اي حاجه، انت استخدمها وحاول تتخلص منها. انا هحطها مع العبوات دي يا جماعه، بتخلص منها في مكان بعيد خالص ما يوصلش ليه حد، بجيب اداه كويسه واقلب المسحوق بتاعه اللي انا حطيته جوه الميه، اتاكد ان هو ده بشكل كويس، بشكل كويس يا جماعه، اتاكد ان هو داب وما استعجلش خالص التقليب، انا عايزه يتقلب. طيب في سؤال احد المتابعين الاعزاء او احد الاصدقاء وانا بستخدم البتاع ده يا جماعه، قال لي هو ينفع اقلب او اخلط ما بين المنتج ده ومنتج زي اليوري ماك؟ ايه اليوري ماك يا جماعه؟ الشيء بالشيء يذكر. بصوا يا جماعه اليوري ماك ده منتج كويس جدا 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 في علاج العناكب، انا مجهزه عندي لو حضراتكم تشوفوا، لسه ما اتفتحش اهو، بس لازم يكون عندي المنتج ده عندي في البيت على طول، ده ذخيره ليا، ده يوري ماك. لو انت عندك دلوقتي ظهر عندك عناكب، عناكب مش بق او من يا جماعه، يبقى انا بنصحك باليوري ماك، باليوري ماك. ما ظهرش عندك عناكب لسه والدنيا ما فيش فيها عناكب، يبقى انت عندك المطهر ده، مطهر فعال جدا، وفي بعض الفطريات او الحاجات اللي بتظهر اليوري ماك ماده سامه بيقضي على معظمها، يعني ده ماده سامه فعاله لمعظم الحشرات الفطريه او الكائنات المتطفله على زرعك اللي ممكن تضر زرعك. اما تخش يا جماعه في الحر شويه للمره الثانيه كمان، اما يزيد الحر شويه هتلاقي نباتك بقى فيه عناكب كتير، عناكب بيبقى يوري ماك على طول، يوري ماك. طيب طريقة استخدام اليوري ماك بردك بالنسبة لخلطه مع المية، هو سائل وبيستخدم لكل لتر 1 سنتي من الماء، اليوري ماك سائل، الأكاترة عبارة عن بودرة حبيبات صغيرة جدا بتدوب في الماء، الاتنين من المواد القابلة للذوبان في الماء،
طيب ينفع استخدم الاقطره في معالجه التربه؟ اه ينفع يا جماعه، في بعض الحالات ينفع ارشها على التربه وهتديني بردك تاثير قاتل للكائنات الفطريه اللي هي موجوده في التربه. انا دلوقتي يا جماعه هعمل ايه؟ هستوريكم بس طريقه استخدام الاقطره لو انا عندي النباتات اللي انا وريتها لحضراتكم عليها تاثير على الورق او كده. بصوا يا جماعه، مثلا وخاصة يا جماعة الحمضيات اللي هي زي الليمون دلوقتي او الاستفندي او البرتقان او الحاجات اللي هي في الايام دي بتزهر. معظم النباتات في يعني بتقبل الرش بهذا المنتج. بص يا جماعة انا هرش وغسلة واحدة يا جماعة، وما تفرحش ان انت ممكن تعيد عليه مرة تانية، دي مادة سامة وقوية جدا، فانت رشة واحدة للنبات، تأكد بس ان انت غسلته مرة واحدة وما تعيدش عليه تاني، اللي رشيته ما ترجعلوش تاني، بس تأكد ان ورقة زي دي يا جماعة بصوا بالتقريب كده هتلاقي الورقة دي باين ان هي مصابة، وانا ان شاء الله هصور لكم فيديو عن قريب اوري لكم ده تين يا جماعة، مفيش مشكلة عندي خالص، بس ثمرة التين اللي طرحة ده يا جماعة زي ما انا قلت مش اقل من اسبوع، لو انا عايز اكل التين ده واقطفه يبقى مش اقل من اسبوع عشان اقدر اكل التين ده. نفس الكلام هعمله مع كل المنتجات اللي عندي. هروح بالبخاخه بتاعتي عند شجره الليمون الثانيه اللي هي شجره الليمون الشهري اللي بتطرح كل شهر. اهيت يا جماعه اهيت، هرش بردك، نشغل بس البخاخه شويه. بردك يا جماعه عشان بس ما انساش، ان شاء الله انا هعمل فيديو باذن الله قريب جدا يمكن بكره عن ازاي تصين البخاخه بتاعتك وازاي تصنع بعض الادوات اللي تساعدك في ري النباتات بطريقه ما تكلفكش وبطريقه ما تخليكش ترمي البخاخه اللي عندك. يعني لو البخاخه اللي في ايدك دي زي دي كده رشها بقى ضعيف، هقول لك ازاي تقويه تاني. لو ما عدتش بترش خالص وما عندش قادر تستخدمها كويس هقول لك ما ترميهاش واعرفك ترميها تعملها ازاي. الخص اللي انا مرويه ده يا جماعه اللي انا برش ده لو في فطريات انا مش هقدر اكل الخص ده مش اقل من اسبوع يا جماعه، مش اقل من اسبوع عشان اكل ثمره الخص دي او الطماطم اللي قدامنا ده او البتنجان ده يا جماعه. البتنجان ده بتنجان ابيض من بتاع السنه اللي فاتت، وده مشهور بوجود العناكب فيه او المانة يا جماعة. البتنجان من الاشجار اللي يعني عايزة مقاومة دايمة، وانا عندي الرمان كمان، والرمان مشهور جدا 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 بوجود العناكب عليه، بتنتشر عليه بنسبة كبيرة جدا. طيب هو ينفع استخدم ده كمان يا جماعة على منتج الفلفل اللي عندي اللي طارح زي ده كده؟ ينفع يا جماعة استخدمه مع الفلفل اهو عادي، بس بردك زي ما انا قلت الفلفل اللي طرح ده يا جماعه ده ما شاء الله طرح عندي اهو فلفل اهو، مش هاكله قبل اسبوع، اعمل حسابي ان الفلفل ده انا مش هجمعه قبل اسبوع. وطبعا على وشكم يا جماعه بشير خير على وشكم، اللهم صيبا نافعا، الدنيا بتشتي عندنا هنا اهي بتنقط نقط خفيفه، ربنا يرزقنا جميعا ويوسع علينا، يعني بفضل الدعاء في هذه الاوقات في اوقات سقوط المطر، فاحنا ان شاء الله عندنا بعض الشتاء البسيط كده بينزل علينا دلوقتي قطرات من الماء المنعشه بتنزل علينا اثناء التصوير. ده يا جماعه رش، وزي ما قلت انت رشيت مره ما تعيدش تاني عشان ما تضرش زرعك، انت رشيت مره خلاص ما ترجعلوش تاني اللي انت رشيته. طيب هو ينفع كمان يا جماعه ارش بده نبات البلاك بيري اللي انا وريته لكم قبل كده؟ طبعا ينفع ونص، ينفع ونص مفيش مشكله خالص. هو انا بحمي نباتي، انا ده الاجراء ده يا جماعه انا عامله اجراء احترازي لبعض النباتات واجراء علاجي لبعض النباتات الاخرى. بعض النباتات اللي ظهر عليها الفطريات ديت انا خلاص هقضي عليها، ولو لاحظت يا جماعه ان مازال الكائنات دي موجوده هعدي اسبوع بس يا جماعه، اسبوع بس وابدا ارش كمان رش
اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. الشتاء يا جماعه اهوت على وشكم، جميل نازل على الكاميرا. بصوا يا جماعه شتاء جميل ما شاء الله، لا قوه الا بالله. الدنيا بتشتي علينا واحنا بنصور، وفال جميل وفال حسن ان شاء الله على الشتاء الجميل ده. الدنيا تعكت اهي، الشتاء عامل منظر روعه على الزرع. انت بس يا جماعه خليك حريص وانت بترش، ما تفوتش زرعه، ما تفوتش جزء من النبات من غير رش، عشان ما يجيش عليه الافه ديت. واتمنى ان حضراتكم تستفادوا من الفيديو، لان فعلا يعني الدنيا تقلت شتاء جامد جامد. فهو حضراتكم بصوا على الارض كده، الدنيا زادت شتاء خالص اهي اهي، والموبايل اتملى ميه. فان شاء الله اتمنى ان حضراتكم تستفادوا من الفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله اعمل لحضراتكم فيديو زي ما انا قلت لحضراتكم هنعمله عن اصلاح معدات الزراعه، رشاشه وغيره، وتصنيع اله لري نباتك ورشها باقل تكاليف بدون ما تكلف حضرتك شيء، او تتخلص من حاجات ممكن يكون تصليحها بسيط. اذا عجب حضراتكم الفيديو اتمنى ان حضراتكم تشتركوا معانا في قناتنا، وتفعلوا زر الجرس، وتدوسوا زر الاعجاب عشان يوصل الفيديو بتاعنا لاكبر عدد من المستفيدين. ونترككم بقى في امان الله، ونتخلص ونجري من الشتاء ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.